شركة القمة العربية للتوظيف بالخارج ترخيص 856 تعلن عن فرص عمل في كبرى مستشفيات المملكة العربية السعودية. 1. مطلوب استشاري بطنة خبرة 5 سنوات. 2. مطلوب أخصائي جراحة أنف وأذن وحنجرة خبرة 5 سنوات. 3. مطلوب أخصائي طب إسعافي خبرة 3 سنوات. 4. مطلوب استشاري قلب وأوعية دموية خبرة 5 سنوات. 5. مطلوب استشاري عناية مركزة خبرة 5 سنوات. 6. مطلوب استشاري تخدير خبرة 5 سنوات. 7. مطلوب أخصائي تخدير خبرة 5 سنوات. 8. مطلوب استشارية أمراض نساء وولادة خبرة 5 سنوات. 9. مطلوب أخصائية أمراض نساء وولادة خبرة 5 سنوات. 10. مطلوب أخصائي مسالك بولية خبرة 5 سنوات. 11. مطلوب استشارية جلدية خبرة 5 سنوات. 12. مطلوب أخصائي جراحة عظام خبرة 5 سنوات. 13. مطلوب استشاري أشعة تشخيصية خبرة 5 سنوات. 14. مطلوب استشاري مختبر ومكافحة عدوى خبرة 5 سنوات. 15. مطلوب أخصائي جراحة عيون خبرة 5 سنوات. 16. مطلوب أخصائي التمريض خبرة 3 سنوات حاصلة على بكالوريوس تمريض. على أن يكون الجميع مصنفين من قبل الهيئة السعودية الصحية كل بحسب تخصصه وبطاقة التسجيل المهنية سارية. أرسل السيرة الذاتية على الإيميل التالي، وللتواصل والاستفسار على الأرقام التالية. شركة القمة العربية للتوظيف بالخارج ترخيص 856 تتمنى لكم التوفيق.